بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيبة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة فيديو جديد على قناتي، جولة في الهرم ستايل او الهرم 20، كل شيء ب23 ريال. الأسعار والرخيصة جدا، وفي نفس الوقت كمان الموديلات حلوة قوي. هنشوف ملابس أطفال، أولاد وبنات، ملابس خروج وملابس بيت. بس يا ريت كده قبل ما نتفرج على الفيديو سوا مع بعض، إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش حبايبي تعملوا لنا اشتراك حلو كده زيكم ولايك. نبتدي كده الفيديو مع بعض. دي جواكت بناتي خروج ب23، هو كل شيء ب20 بس طبعا 3 ضريبة 23. بس بجد حاجات حلوة وتحفة، يعني الحاجات دي في أماكن تانية بتبقى يعني أغلى من كده. لبس الأطفال هناك حلوة قوي، خصوصا ملابس الخروج والبيت. في ترنجات قطيفة جميلة جدا هتعجبكم للولاد والبنات. البناطيل الجينز دي برضو، أي بنطلون ب23. كل الجواكت دي، أي جاكيت منهم على 23. على فكرة متبطن من جوه زي فرو كده قطيفة. جواكت بقى أشكال وألوان، يعني ممكن مثلا تلاقوا من كل موديل ألوان كتير، الموف بقى والأصفر والبينك. في بقى البيجامات البيتي دي قماشتها قطن 100% شتوي. دي كلها ملابس شتوي حلوة. البيجامة القطيفة دي في منها ألوان على فكرة كمان. في بقى ملابس الأطفال من حديث الولادة وكل الأعمار بقى جميلة أوي. الترنج البيتي البناتي ده في منه الأحمر واللون البينك والموف برضه على 23. في بقى البناطيل الجينسي دي، في بناطيل جينسي بناتي وأولاد. تشكيلة كبيرة قوي من البناطيل. خامة الجينس بتاعتها كمان حلوة. دي بناطيل جينس أولاد اهو، ما شاء الله. شفتوا التشكيلة قد ايه؟ ما صدقتش الاسعار، الموديلات تحفه بالنسبه لسعرها ده تحفه. دي برضو ملابس شتوي للاولاد. الخامه بتاعت القماش حلوه. في بقى البلوفرات الاولاد دي، في برضو تشكيلة منها حلوة. في بقى الفساتين البناتي دي، فساتين خروج الفستان ومعاه البادي ب23، يا بلاش. أشكال بقى منها كتيرة جدا. الفستان خامته صوف شتوي حلو قوي، والبادي قطن. شايفين التشكيلة ومقاسات مختلفة بقى. بجد الفستان شيك يعني. انا بحاول طبعا اوريكو كذا موديل منه والوانه. حلو اوي البنفسجي ده. بص الوردة اللي على الجنب دي كده مدياله شياكة. جميل اوي البينك في اسود ده. ده برضو كرهات اسود في ابيض. في بقى الفساتين البناتي دي هتلاقوا بقى سنة سنتين 3 سنين
زي ما قلت لكم كل الاعمار يعني. في برضو جواكت خروج، دي فساتين للبنات، في منها الوان بقى. حلو قوي، روش قوي الفستان ده، دي شتوي كلها فساتين شتوي. شايفين الترنج البيت ده؟ جميل قوي الفستان ده برضو. في بقى حاجة الولاد دي، ترنجات بيتي اولاد، برضو الخامة بتاعتهم حلوة، خامة القماش حلوة، في منها القطيفة والشتوي اللي هي القماشة التقيلة دي. دي بقى بيجامات بناتي للبيت، برضو اي بيجامة منهم على 23. جميلة الكاروهات دي، في منها ألوان تقريبا. هتلاقوا منها الكاروهات واللي هي المخططة دي والسادة. في بقى الجواكت الأولاد دي، دي جواكت خروج، اي جاكيت منهم برضو على 23. في بقى القمصان الصوف دي كراهات الاولاد، ده سويت شيرت جميل قوي اللي لونه رصاصي ده، جميلة قوي الشوز البناتي ده. ما شاء الله منزلين تشكيلة كتيرة قوي من الملابس الشتوي، اولاد بقى وبنات وملابس حريمي. ده جاكيت اولاد، في بقى البرانتيل الجينسي دي، دي بناطيل بقى رياضية او بناطيل للبيت برضو على 23. دي بقى ملابس خروج للبنات، اي قطعة منهم برضو ب20. دي بيجامات بيتي شتوي بناتي، حلو قوي الترنج ده. في كمان على فكرة البطاطين الصغيرة دي برضو على 20، دي ترنجات أولاد 23 قطيفة، خامة القطيفة بتاعتها حلوة قوي. الأسعار على فكرة بتبتدي عندهم من 12 ريال. دي بقى ده سليبر أولاد وبنات وحريمي على 12. في بقى ترنجات البيت دي، بكده خلصت جولتنا النهاردة، كانت جولة في الهرم ستايل على الملابس الشتوي الأولاد والبنات، ملابس خروج وملابس بيتي. إن شاء الله الفيديو يكون عجبكم، إذا عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش حبايبي تعملوا لنا اشتراك حلو كده زيكم ولايك. مع السلامة.